جريدة الشرق الأوسط مهتمة بشكل واضح بعودة العلاقات السعودية المصرية، والعنوان لهذا المقال الملك سلمان والعلاقات السعودية المصرية. مقال عضو مجلس الشورى السعودي عساف بن سالم اللي بيتحدث فيه عن العلاقات المصرية السعودية، واللي بيصف فيها الملك سلمان بأنه سبب رئيسي في عودة العلاقات بعد سنوات من القطيعة في تاريخ العلاقات يعني بين مصر وبين السعودية، اللي دامت سنوات قطيعة دامت بعد توقيع كامب ديفيد تحديدا. وبن سالم بيصف الملك سلمان بأنه مهندس عودة العلاقات بين البلدين. يتحدث أيضا عن معرض المملكة اللي كان مفتاح أسمانه ومفتاح لعودة هذه العلاقات، في حين أنه بيؤكد أن المتتبع الآن للأحداث والعلاقات بين البلدين بيجدها تزداد ما أسماه رسوخا وعمقا من خلال الزيارات المتبادلة والاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية، اللي بيقول إن كان آخرها بمناسبة قرب انعقاد القمة العربية في عمان بالأردن. ويصف ويقول أنه الحكمة والرؤية اللي بيتمتع بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي هو أساسا مهندس عودة العلاقات السعودية المصرية، ويقول أنه لذلك أتوقع أن يتم لقاء قريب مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإنهاء هذه ما أسماها الضبابية في بعض القضايا العربية الرئيسية، بحيث يكون هناك مستقبل مشرق وواضح يحقق العمل على ما يجمع الأمة العربية.